حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان للسعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانيتك. مرحبا فيكم بأوتو فوكس مشاهدينا مع مستر توني عبدو مثل العادة مدير مبيعات بشركة أم بخاطر وكلاء مازدا أوبل وفورد أيضا بلبنان بعالم السيارة طبعا. بس توني يعطيك العافية. مرسي على عافيك جورج. الأوبل مستمرة بقوة معكم بعد ما انتقلت إلى أم بخاطر. اليوم معنا سيارة حلوة كتير أكيد. أوبل أسترا هاتشباك أوبي سي لاين. لما نحكي أوبي سي لاين نحكي يعني توربو تشارج. أكيد عم نحكي بتوبر تشارج. هي أوبي سي لاين هي أوبل بيرفورمانس سنتر اللي هني بيهتموا بالسيارات السبور اللي هني عم تكون بال 200 هورس باور مثل ما عم نشوفها. سيارة هاتشباك بنشوف سيارة نورمال ما عم بتكون كتير منفخة بس بنفس الوقت فيها هالباور. صحيح المطلوب. وهي اللي كانت السيارة نمبر زيرو هيك برالي لبنان. مزبوط. بالعام الماضي. مزبوط. سيفتي كار هي كانت برالي دوليبان عم بتكون وبنفس الوقت نحن عنا ميشن عم نكون عم نشجع اللي عم يسوق السيارات السريعة. عم نقول لهم يكونوا شوي ينتبهوا على الطرقات وينتبهوا على اللي حواليهم وبنفس الوقت بيكون عم يسوقوا سياره سبور و200 هورس باور منا السياره الكثير قويه اللي بتخوف. وكل حال سياره سيفتي عم نحكي لما نحكي أوبل عم نحكي عن مصنع الماني عريق جدا بعالم السيارات. عم تشوف شكل كثير حلو توني خاصه هلا بنحكي الخلفيه مع دبل اكزوست وكمان العرض السياره سياره عريضه فيها ماسلز. اكيد عم نشوف الفي انجل من ورا سياره ريدي تو ريس بتشوفها جنوط ال 18 انش عم بيكونوا جنوط كثير رائعين عم بيحسسوك انه هي السياره مضبوط لك لقطه الطريق. عم نحكي بموديل هاتشباك من اجمل الموديلات اللي بالسوق مش لانه اوبل لانه زبوناتنا كثير عم بيكون في عندهم فيدباك حلو من اللي حواليهم. اليوم الاوبي سي لاين عم نشوفها كمان باللون الاحمر اللي هو لون سبور كمان عم يلفت النظر بلاك وراد عم بيكون كتير الكومبينيشن. شفت منها على لون مات انا الجراي مات اللي كانت سياره السيارات الرالي فعلا كانت ملفته جدا. وفينا نحط بعض قطع اضافيه سبويلر وشيء على السياره بالشركه موجوده بنعمل لها كاستمايزيشن فينا نحط لها سترايبس فينا نعمل لها كتير اشياء لحتى نخليها تكون كاستمايز حسب الزبون شو هو بده. خلينا نتابع حديثنا توني معك حول السياره الحلوه كتير اوبل استرا اوبي سي لاين اكيد الهاتشباك. ننتقل لداخل السياره نحكي اكثر عن معلومات اضافيه. تعال داخل السياره توني اول شيء السكرين عندنا نافيجيشن سيستم واضح جدا فرجينا الماب اكيد والطرقات اللي عم سوق عليها. البيانو بلاك كتير حلو على التابلو مش بس عم يكون بسياره سبورتيف جورج اللي عم يكون فيها اللوكس اللي موجود مثل ما دائما بنحكي عن اللذر اللي موجود الجريب اللي عم بيكون الستيرنج الدي شيب عم نشوف نحن اللذر على التابلو عم نشوف البيانو بلاك مثل ما قلت السيلفر عم بيكون الستانلس اللي موجود بالسياره صح. جوال زون كلايمت كنترول حتى السيت اللي عم تكون انت قاعد عليها بتحس انه السياره مزبوط لقطتك مزبوط لحتى انت عم تسوق سياره سيارة سبور لقطه شخص بشكل ممتاز على التوارف وعلى الظهر كمان ثبات يعني على المنعطفات بيكون كثير هذا اهم شيء. واضافه لذلك توني عن جد عندنا فيو ممتازه الازاز الامامي عريض جدا وعندنا كمان مسافه للتابلو طبيعي بين الديركسيون والازاز الامامي وهذا الشغل بتوحي بالثقه لانه بتحس حالك انه بعيد عن الانجن كومبارتمنت لحتى تحس حالك انه انت سيف 100% كمان في انظمه حمايه كثير في عندك الاي بي الاي بي اس عندك الاي اس بي عندك اللين كيب اسيست عم يكون فيها موجود سبورت مود لحتى تسوق بتعطي بيب اذا طلعت عن بتعطي بيب لحتى اذا طلعت عن الزيح فيها كمان سبورتس مود فيها سبورتس مود اكيد السياره 200 هورس باور عم نحكي بنفس الوقت عم يكون فيها كوليجن سنسور فولوينج ديستانس سنسور يعني هول كلهم اشياء لحتى تكون انت دائما عم تكون حاسس حالك انه سيف بهالسياره السريعه. خلينا نتابع حديثنا معك وننتقل نحكي نرجع عن الانجن نشوف اكيد الديل موجود على السياره اليوم بالسوق اللبناني. اكيد تابعين حديثنا مع توني عن سياره الاوبل استرا هاتشباك الاوبي سي لاين وبدنا نعرف اكثر هلا نحكي عن الانجن نحكي عن الاوبي سي لاين يعني توربو تشارج موجود بالسياره توني سياره باورفل اكيد كثير ثابته كمان عم نحكي ب 4 سلندر 1.6 لتر 200 هورس باور توربو ايكوتاك عم بيكون سياره رائعه جدا ما بدك الا تسوقها تعمل عليها تست درايف لحتى تقدر نعرف عن شو عم نحكي قد ايه ثابتها على الكواع عم تكون قد ايه فيها التورك العالي جدا عم تحسك انه في بلاجر بالسواقه. نعم. اليوم كمان ما ننسى نحكي انه السياره فيها فرونت سنسور فيها رير سنسور كمان فيها الكار بلاي ما حكينا عنها الكار بلاي عم نحكي الاندرويد اوتو كمان لحتى تكون عم تحكي باي فويس كوماند وتقدر تعمل ميرورنج لتليفونك بقلب السياره واكيد شو ما كان نوع التليفون كان يعني أكيد. اندرويد
اندرويد اندرويد او ابل او ابل عم بيكون ما في مشكله ابدا من حيث الميرورينج بين التليفون والسيستم. هاي من ناحيه اذا للانجن والاوبشنز الكتار موجودين داخل السياره اللي يمكن مدهم حلقتين تا نحكي عنهم. اكيد بدنا نتابع حديثنا مع توني ونوصل للديل نعرف اليوم شو الستارتنج برايس لهالسياره الحلوه اللي معنا بالاستوديو اليوم. من بعد الجولة الشاملة على السيارة مع توني من شكلها الخارجي مع الداخل وأبرز الأوبشنز الموجودة فيها وصلنا أكيد نعرف شو ستارتينج برايس اليوم للأوبل أسترا هاتشباك بالسوق اللبناني خاصة الأوبي سي 9 اللي معنا اليوم. اليوم عم نحكي بأرخص سيارة بالسوق بالنسبة لهالمواصفات هيدي، رح خلي السعر مفاجأة للشوروم لأنه نحن مثل ما دايما بنخلي السعر لآخر شيء، نحن بنفضل نفرجي الفاليو تبع السيارة والبنفيتس من السيارة والأوفرات اللي عم نعملها. اليوم أنا بقدر أقول للي عم يحضرونا إنه هيدي أرخص سيارة بالسوق بهالمواصفات، أرخص سيارة سيارة سوبر رياضية بأرخص سعر بالسوق، سيارة عم نحكي جيرمان براند يلي هي من احلى الماركات الالمانيه بالسوق وارخصهم واللوكس الموجود فيها كثير مهمه مع الديزاين الموجود. اليوم طيب علينا نتوجه اليوم على شوروم. اكيد نتوجه على شوروم، بنصح كل عم يحضرونا لحتى يستفيدوا من فائده الشوروم. اليوم عم نحكي ب 3.99 انترست اللي هي اوطى نسبه فائده بالسوق من اوطى سعر على السياره. عم نحكي بسيرفيس سنتر وراها كباك اب، عم يكون 12000 متر مربع سبير بارتس موجودين دائما افيلبل بكل بارخص الاسعار. هذا هو الاوفر تبعنا وفي عنا كثير باكجز نقدر نفيدهم للزبونات وقت يفوتوا على صاله تعاد عنا كثير مفاجات. واذا بدنا نغير بشكل السياره كمان كل القطع الاضافيه بنركبها من سبويلرز وقصص اضافيه تطلع السياره يمكن بشكل طابع رياضي اكثر كمان كل شيء موجود كله موجود كله بنعمل له كستمايزيشن. اكيد نحن اكيد بنقول مبروك سلف لكل بده يحضرونا لانه دائما عم بيكونوا هن مستفيدين وقت يزوروا صاله العرض عنا. شكرا توني وجودك معنا، بنلاقيكم اكيد بكره بحلقه جديده وسياره جديده مشاهدينا ضمن اي ام بي ويك. الى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.